يقول: توفي والدي وترك لنا مالا، إلا أن جدتي التي هي والدته قد تركت لوالدنا عددا من الماشية عبارة عن جزء من الثلث يفعل به ما يشاء، فماذا نعمل بهذه الماشية؟ هل نضمها إلى تركة والدنا أم نتصدق بها أم ماذا نعمل بها؟ أرشدونا بارك الله فيكم. إذا كانت هذه الماشية التي تركتها جدتكم وصية من بعد موتها في طرق البر، وكان والدكم يتولاها وينفذ وصيتها، فإن الواجب أن تستمر هذه الوصية وأن تنفذ على ما أوصت به الميتة، ولا بد أن يكون هناك ورقة مكتوبة في هذا الموضوع، أو يكون هناك من الناس من يدري تسألون. الحاصل أن هذه الماشية التي أشرتم إليها يظهر أنها وصية للميتة، وأن والدكم كان ينميها وينفذ منها ما أوصت به أمه، فعليكم أن تبحثوا عن ذلك وأن تنفذوا هذه الوصية. نعم. أما إذا كانت تركتها من باب الإرث تركة، وأن والدكم قد ورثها عنها، فهي تكون كسائر ماله، تكون من تركته وتضم إلى تركته. إذا كان والدكم قد ورثها عن أمه ووصلت إليها عن طريق الإرث، فهي مال له وتركت له، لكن أخشى أن تكون كما أشرت أولا أنها وصية. نعم.